يا اهلا بحضراتكم في تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي، والكلام هيكون عن التدخين واثاره السلبيه. طبعا لو هنتكلم عن سلبيات التدخين ممكن نقعد نتكلم عنها لغايه اليوم ما يخلص، وعلى فكره اول اللي عارفين بهذه الاثار السلبيه هم المدخنين نفسهم، ولكن كالعاده المشكله بتبقى دايما في قرار الاقلاع عن التدخين. المهم معروف تماما ان التدخين اثار مش مجرد سلبيه، اثار معديه كلمه سلبيه بكثير وليها انعكاسات غير طيبه بالمره على القلب وعلى الرئه وعلى الدم وعلى المعده وعلى وظائف التنفس الى اخره، لكن يمكن مش كلنا واخد باله ان التدخين اثار سلبيه على هشاشه العظام، يمكن مش كلنا عارفين ان التدخين اثار سلبيه على المفاصل، فده موضوع مهم جدا واعتقد انه يهم بصفه خاصه كمان الرياضيين من حضراتكم، وده اللي هنتكلم فيه مع دكتور باهر السعيد المستشار العلمي لشركه باكس فارما اللي منورنا في حلقتنا النهارده. صباح الخيرات يا دكتور. صباح الخير. صباح ازي حضرتك؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. انا بكلمك عن نفسي، انا بالنسبه لي كانت معلومه جديده فكره ان للتدخين اثر سلبي على المفاصل. يعني هو الفكره كلها ان المدخن عقوبته من التدخين دايما مؤجله، يعني ما بيحسش بآثار التدخين في وقتها، مع الوقت مع الزمن آثار التدخين أو عواقبها بيحس بيها. احنا عارفين ان العظام محتاجة أكسجين، محتاجة دورة دموية متكاملة عشان يبقى تضمن صحة العظام. التدخين من ضمن آثاره السلبية ان هو بيقلل الاكسجين اللي واصل لخلايا الجسم كلها ومن ضمنها العظام، فبالتالي ده التأثير الغير مباشر للتدخين، ان هو في الاخر بيسبب هشاشة العظام وآلام المفاصل بالتدريج، لان ببساطة الغذاء الكامل ما بوصلش للعظام، الاكسجين ما بوصلش للعظام، ما بوصلش لنخاع العظام، العظام ما بتبقاش صحيه، فبالتالي بتلاقي مع الوقت موضوع الهشاشه بيبدا يحصل، الام المفاصل بتبدا تحصل. الرياضي لما بيكون مدخن بتلاقي اداؤه اكيد اقل بكتير جدا من الغير مدخن، الاصابات بتاعته بتزيد جدا عن الغير مدخن، لان بيبقى معرض اكتر للكسور وهشاشه العظام والاصابات، في الام عضلات بتحصل بسبب التدخين، لان في الاخر برضو العضله دي عشان تشتغل كويس عشان تبقى في كامل لياقتها لازم برضو يوصلها الغذاء الكامل، فاكيد الاوعيه الدمويه ما بتبقاش بالدرجه السليمه اللي هتوصل لك الغذاء، ما هتبقاش واسعه عشان يوصل الدم، لا بيحصل كونستريكشن فيها، فالعضلات بيحصل فيها الم، اي مجهود زياده او تمرينات زايده هتحس بتعب اكتر من غير المدخن. غير بقى كمان مشكله التنفس للرياضيين، احنا عارفين ان اكيد 3 مرات اقل القدره على التنفس والاكسجين، انك تاخد الاكسجين بتاعك من الجو 3 مرات اقل من غير لغير المدخن، من المدخن طبعا اقل يعني. غير كده كمان التعرض بقى لخشونه المفاصل، لالتهابات المفاصل، للهشاشه زي ما قلنا بيزيد كتير جدا عند المدخن. طب هل في حل لهذا الامر بخلاف الاقلاع عن التدخين؟ انا هقول لحضرتك حاجه، احنا لو جينا نتكلم عن الرياضيين والتدخين هنتكلم عن جزئين، احنا اتكلمنا عن آثاره لو هو رياضي وبيدخن هيبقى حالته أسوأ بكتير من غير مدخن. طيب هو بقى لو بيدخن وعايز يقلع عن التدخين أنا بنصحه بالرياضة نفسها. الرياضة نفسها هي من أكتر الحاجات اللي ممكن تساعدك على الإقلاع عن التدخين، لأن اللي بيدخن ده بيدخن ليه؟ بيدخن عايز التوتر يقل عنده عشان خاطر احنا عارفين الكورتيزول لما بيزيد والأدرينالين والنور أدرينالين الهرمونات بتاعت التوتر دي بتزيد، لما بتزيد هو بياخد نيكوتين عشان يقللها، لما النيكوتين يزيد الحاجات دي بتقل، فعشان كده الناس بتدخن لما يكون التدخين بشكل يعني آلي ولا إرادي، لا إرادي انت بتلاقي وساعات بيبقى مرتبط بأحداث او بالزبط. بطبيعه حاجه معينه انت بتعملها، يعني في واحد ما يعرفش يدخل الحمام غير وهو بيشرب ده مصر. خلاص في اللي بيدور عربيته يسخنها فعلى ما تسخن يولع سيجار الى اخره، طبعا هي خلاص. وانت بتلاقي برضو كمان لو واحد مثلا حزين بسبب وفاه حد او اي حاجه بتلاقيه معدل التدخين بتاعه بيزيد عشان خاطر
عنده ليميت معين في النيكوتين في الدم بتاعه اللي بيفكر تفكير عنه في موضوع ما برضه يلزمه، فعايز عايز يقلل الكورتيزول والادرينالين فياخد نيكوتين. طيب حلك بقى بسيط خالص، انك تقلل هرمونات التوتر دي من خلال ايه؟ الرياضه من اكتر الحلول اللي بتقلل التوتر، وفي نفس الوقت هتخليك ما تفكرش فيها. فاحنا زي ما بنقول للرياضيين اللي بيدخنوا ما تدخنوش، لا، اللي بيدخن وما بيلعبش رياضه العب رياضه. الرياضه نفسها هي هتقلل بكتير، هتحسن الاكسجين عندك، هتاخد نفسك كويس، وفي نفس الوقت يمكن تلهيك شويه عن فكره انك تفكر كل شويه في التدخين. في الحاله دي هل الواحد يلزمه مكمل غذائي مثلا او مالتي فيتامين مثلا او كذا؟ احنا دايما بننصح الناس، احنا قلنا دلوقتي هشاشه عظام، قلنا التهابات مفاصل، قلنا الكلام ده كله، قلنا مناعه ضعيفه اصلا كمان التدخين بيعملها. فالاساسيات انك عشان تقوي عظامك وتحافظ على عظامك بقى سواء مدخن او غير مدخن، اكيد يعني لازم تاخد احتياجاتك من الكالسيوم، احتياجاتك من فيتامين د، لو عندك خشونه والتهابات مفاصل تاخد مكملات تعوض او تقوي المفاصل بتاعتك، تقوي الغضاريف بتاع المفاصل مثلاً. بالنسبه للكالسيوم مثلا في نوع كالسيوم ستريت، كالسيوم ستريت ده يعتبر افضل انواع الكالسيوم اللي موجوده في العالم كله، عشان ما بتسببش امساك وما بتسببش قلق في المعده. من النادر انك تلاقي كالسيوم ستريت في السوق المصري. في نوع اسمه سي دي زي بيكس، سي دي زد بيكس من افضل انواع الكالسيوم اللي موجوده حاليا في السوق المصري، كامتصاص عالي جدا، كتركيز عالي جدا، كامان على كبار السن، امان برضو على مرضى الكلى والكبد، وفي نفس الوقت امان على الجهاز الهضمي، ما بتسببش امساك، متوفر وسعره هادي جدا. احنا دايما بنرشح للناس الحاجات المصريه اللي بنفس كفاءه الانواع المستورده الغاليه بس بسعر على قد الايد. دايما مش دايما بس في انطباع بيكون ساعات موجود عند البعض من الناس، ولما تدخل معاهم في حوار يقول لك ان ده مش مجرد انطباع، لا ده بناء على تجربه. فكره ان الماده الفعاله اللي في الادويه المصنعه في دولنا العربيه من وجهه نظر البعض لا تقارن كما وكيفا بالماده الفعاله الموجوده في نفس الدواء لو انت جبته من بلد تاني. هو طبعا اعتقاد خاطئ. احنا لو جينا نبص في السوق المصري هتلاقي اشهر دواء سخونيه مصري، اشهر دواء للصداع هتلاقيه مصري، اشهر حتى مقوي جنسي بتلاقيه مصري. فلا، الدواء المصري بخير وبنفس الكفاءه والفعاليه، لان في الاخر المصدر واحد. يعني الماده الفعاله الشركه المصريه بتجيبها من نفس المصدر اللي الشركه الاوروبيه بتجيب منه. بس هو اعتقاد خاطئ خالص. عشان التصنيع بيكون في مصانع مثلا في دول، احنا بس دايما بنحب نشكك في نفسنا، بس في الاخر هو نفس الكفاءه. على فكره ده مش بس في الادويه، يعني حتى في مستحضرات التجميل، في الشامبوهات، يعني ده انطباع موجود عند البعض من الناس. هي زي ما بنقول دايما هي عقده الخواجه بس عند المصريين، بس في الاخر صدقني هي نفس الكفاءه والفعاليه. بعض الاحيان يا دكتور ممكن تبقى اشاعات طالعه من بالظبط المستوردين للادويه. تنافس تنافس. ما عشان كده احنا بنقول نوع الكالسيوم ده من الحاجات الفعالة والمميزة اللي هو سي دي زد بيكس. وبرضو على فكرة بخصوص الكالسيوم دايما بيحتاج فيتامين د معاه، فعشان كده في برضو نفس البراند نازل حاجة اسمها في دي بيكس، ده عبارة عن فيتامين د تركيز 2000 وحدة دولية، مميز جدا انك لو هتاخده حتى لزيادة المناعة كروتين يومي، مش محتاج تحاليل ومش محتاج اي حاجة، وتركيز مناسب مش عالي ولا حاجة عشان خاطر انك لازم تعمل تحليل. والكالسيوم دايما بيحتاج فيتامين د معاه. بالنسبة لحضرتك بتقول المستورد، لا، احنا كمان نفس البراند فيه منه نوع اسمه جوينت بيكس. النوع ده لخشونة المفاصل، تركيبته حتى مش موجودة في الأنواع مستوردة كتير في السوق. يعني من النادر انك تلاقي منتج لعلاج الخشونة يبقى فيه الجينجر اللي هو خلاصة الزنجبيل، اللي المفروض مميزة جدا كبديل طبيعي لتسكين الألم، حاجة طبيعية بتسكن الألم من غير أي أثار على المعدة بقى ولا على القلب ولا على أي حاجة. وكمان التركيبة غير الجينجر في جواه كمان البرومالين اللي هو خلاصة الأناناس. خلاصة الأناناس ده
حاجه بتقلل التورم بس بشكل طبيعي. يعني احنا دايما متعودين على ماده التريبسين اللي هي بناخدها اقراص للتورمات لو درسك وجعك بتاع. خلاصه الاناناس ده يعتبر بديله بديل طبيعي للماده دي، يعني حاجه بتقلل التورم. طبعا مريض الخشونه دايما بيبقى عنده تورمات في الركبه، فده بتقلل التورم. مع الجنجر مسكن طبيعي، مع التركيبه الثلاثيه كمان هو يعتبر خماسي التركيبه، اتنين مسكنات وثلاثه بقى بيشتغلوا على الخشونه بشكل قوي وطبيعي، اللي هي ماده الهيالورونيك اسيد اللي بتعمل ليونه للمفاصل، الجلوكوزامين والكوندروتين اللي هم بيصنعوا الكولاجين في المفاصل، فبالتالي بيقللوا بشكل كبير جدا الخشونه والتهابات المفاصل. الجوينت بيكس بيتاخد حبيتين بعد الغداء للناس اللي عندها خشونه او بدايه خشونه او بيعملوا تمارين رياضيه ممكن تعرضهم للخشونه. فالجوينت بيكس كحاجه للخشونه مع الكالسيوم اللي هو سي دي زد بيكس حبايه بعد الفطار كالسيوم مع فيتامين د بتركيز 2000 وحده فيدي بيكس، يعني ممكن يتاخدوا حتى بشكل وقائي، يعني مش لازم يكون انا مريض بهشاشه العضله او التهاب المفاصل. بالظبط، انا لو بلعب رياضه والرياضه بتاعتي ممكن تعرضني للخشونه، ايه المشكله اما اخده فتره شهرين ثلاثه كنوع من الوقايه لو انا بدات. الناس اللي بتلعب رفع اثقال. بالظبط، رفع اثقال، كوره كلنا اكتر، يعني احنا بنشوف اشهر اصابات اللاعبين. فكره التحميل قوي على المفاصل وعلى الركب بصفه خاصه. بالظبط، وكل الالعاب اللي فيها ضغط على الركب فعلا. وبرده نفس الكلام الستات البيوت مع الوقت الحمل والرضاعه بيحصل عندهم نقص في الكالسيوم وفيتامين د، بتلاقيهم معرضين برده اكتر للخشونه. وكبار السن شغل البيت على فكره وارد. شغل البيت احنا دايما متعودين والدتي ووالدتك دايما انا ركب يا ابني انا مش طبعًا عارف ايه طبعًا. هو مرض العصر خشونه المفاصل. والناس طبعا اللي بيعانوا كمان من زياده الوزن ده اكتر ناس معرضين للخشونه. فاحنا برده مع الحاجات دي برده بننصحهم انهم لازم يعملوا نظام غذائي عشان يقللوا وزنهم. كل ما وزنك قل كل ما بعدت عن الامراض بصفه عامه، مش بس الخشونه، السكر والضغط كل ده عايز تظبيط. صحيح، عندك حق عندك حق. هو انهي فيتامين يا دكتور اللي من ضمن مصادر الحصول عليه الشمس، اشعه الشمس؟ فيتامين د. فيتامين د اللي انا اعرفه ان فيتامين د ده عندنا كمصريين مشكله الى حد ما فيه، صح كده؟ مشكله، لان يعني ليه في مشكله؟ هو من قله الشمس لا، من قله الخروج للشمس، يعني هو الوضع عدم التعرض ليها. عدم التعرض للشمس، يعني هو معظم ستات البيوت قاعدين في بيوتهم ما بيخرجوش، مش زي الاول. مش زي الفلاحين زمان ان احنا كنا بنخرج في الشمس كتير، ما عادش كلام من ده. ناس كتير بيبقوا في مكاتبهم مثلا. بالظبط، احنا هنا في القاهره شوف معظم الناس بيبداوا شغل من 8 الصبح لغايه الساعه 5 قاعدين في مكاتبهم ما بيخرجوش. عدم التعرض للشمس مشكلة كبيرة جدا. الأمراض بتزيد في الشتاء بسبب ان فترة التعرض للشمس بتقل، ففيتامين د في أجسامنا بيقل، فبالتالي مناعتنا بتقل. فيتامين د مش عظام وكالسيوم بس، لا وكمان مناعة. عشان كده الفيدي بيكس اللي بنقول عليه اللي هو تركيز 2000 وحدة دولا، أعتقد ان هو مناسب كمان لزيادة المناعة في أوقات البرد او اوقات الشتاء او اوقات نزلات البرد اللي ماليه الدنيا اليومين دول. واللي ما بناش فاهمين هو دي نزله برد ولا كورونا ولا وضع. لا احنا خلاص احنا اصل اي عطسه دلوقتي بقت مثيره للريح. بالظبط بالظبط، ما تقدرش تعرف مرجعيتها. احنا نتعامل ان هي نزله برد شديده وخلاص، لان في الاخر هو الكورس واحد. يعني سواء برد او كورونا في الاخر هو الروشتة. بس مش بروتوكول العلاج في حاله الكورونا بيبقى اشد شويه من دور على حسب شدة الحالة، يعني في الآخر الحالات البسيطة ما هو الطبيب بيكتب بس فيتامين سي ودال ومش عارف إيه وحاجات بسيطة، إنما لو هي شديدة شوية بيبدأ يزود. هي بالمناسبة أنا يعني هطلع مؤقتا بره الإطار اللي بنتكلم فيه، بس الشيء بالشيء يذكر والكلام بيجيب بعض. هو وضع كورونا إيه؟ هي يعني قلت قوي ولا اختفت ولا موجودة وإحنا زهقنا فبقينا نسميها أدوار برد ولا وضعها؟ هي تعايش بقى خلاص، لأن هي في الآخر دلوقتي بقت الموضوع بسيط خالص عن الاول كقوه اعراض، ما عادتش شرسه زي الاول. احنا حتى بنحسها في الصيدليات، ما فيش شراسه زي الاول خالص. هو من الاخر دور برد عادي جدا كل الحكايه، حتى ما فيش عزل زي الاول خلاص. يعني على ذكر الصيدليات والصيدله بشكل عام، برضو من ضمن انا بشوف ان هي من ضمن الافات الموجوده عندنا فكره ان احنا بنعزم على بعض بأدوية وبنكتب لبعض وبنصرف لبعض روشتات واحنا لا دارسين ولا متخصصين، وعندنا مبدأ اللي هو اسأل مجرب ولا تسأل طبيب.
إلى أي درجة الفكر ده خاطئ وممكن ينتج عنه مصايب لناس لا كتير؟ لا طبعا، أدوية الضغط، أدوية القلب، المضادات الحيوية، المسكنات، كل الكلام ده خطر جدا طبعا، تداوله بالنصايح ومن غير إشراف طبيب طبعا غلط جدا. إنما اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو الكورس الخشونة والكلام ده كلها حاجات مكملات غذائية طبيعية ما فيش منها أي مشكلة. يعني الجوينت بيكس اللي اتكلمنا عنه النهاردة ده مجرد حاجة بتساعد على بناء الكولاجين اللي هو بيحفظ مرونة المفاصل، فبالتالي هو حاجة طبيعية. الجسم اصلا نفسه بيصنع الجلوكوزامين والكوندروتين، بس كل الحكايه ان مع السن بيبدا يقل، فاحنا بنديه كمكمل غذائي يكمل اللي ناقصك. برضو نفس الكلام الكالسيوم اللي قلنا عليه، الكالسيوم سيترات، ان احنا مع الوقت يعني الستات مع الرضاعه والحمل والبتاع ده كالسيوم بيقل عندها فبتحتاج كالسيوم. فيتامين د ما بناخدوش من الشمس بشكل طبيعي، فبنقول لهم خدوا فيتامين د. فاقصد اقول ان حتى اللي احنا قلناه النهارده بعيد عن فكره ان احنا بنقول لحد او حد ينصح حد بحاجه، لا، حاجات طبيعيه خالص، مجرد مكملات غذائيه بتكمل اللي ناقص عندك. انما فكره حضرتك انك اخد مضاد حيوي من نفسي، لا طبعا. فكره ان انا اخد زي حقنه البرد اللي الناس بتروح تاخدها وبتبقى في منتهى الخطوره، فكره ان انا اخد كورتيزون، في ستات كتير بتبوظ وشها مثلا ان هي تعمل تراكيب كده مراهم على بعض من ضمنهم كورتيزون يبهدلوا وشهم ويرجعوا يقعدوا يعالجوا فيه. فهي الفكرة ان زي ما حضرتك قلت ما ينفعش حتة اسأل مجرب دي خالص. طبعا برضو من ضمن الموروثات الاجتماعية او الشعبية عندنا في مصر ان في ناس كتير بتربط ما بين اكلات معينة وبين وظائف معينة في الجسم، يعني في ممكن تربط بين مثلا اكلة وبين القدرة الجنسية او زيادة نسبة الخصوبة، او رجوع بقى اللي احنا بنتكلم فيه فكرة المفاصل وكلام من ده، برضو من ضمن الموروثات ان الكوارع بتعمل شغل نار فيما يتعلق بالمادة اللي بتبقى ما بين المفاصل وبتمنع الاحتكاك. برضو هو على اي درجة الكلام ده صحيح؟ انا هقول لحضرتك حاجة، احنا في اكلات منصوح بيها في الخشونة، الكوارع حلوة فعلا، لان الكوندروتين اللي هو من ضمن حتى الجوينت بيكس هو يعتبر مصادره طبيعية برضو من حاجة زي الكوارع، لان في الاخر الكوندروتين والجلوكوزامين حاجة بتيجي من المحار، ممكن تيجي من فعلا من حاجة زي الكوارع، لان الكوارع من ضمن مكوناتها فعلا الكوندروتين والحاجات اللي بتقوي المفاصل. بس طبعا مش علاج، يعني انت عشان مثلا تاخد نسبه يعني الكوندروتين اللي موجوده، يعني لو انا عندي مشكله في هشاشه العظام بدل ما اروح صيدليه اروح مصمت لا بس مش هتجيب، مش هتجيب، بس احنا بنقول منصوح بيه اوكي، بس في الاخر الحبايه الواحده من الجوينت بيكس هتعوز 20 30 كيلو كوارع يعني. اوكي طيب، برضو قبل ما الوقت يطير، احنا فاضل اقل من دقيقتين على نهايه حلقتنا النهارده، برضو عايز يعني اسال حضرتك، لو بحكم تخصص حضرتك وطبيعة عملك وخبراتك التراكمية السابقة، هل لاحظت ان في معلومات معينة خاطئة الناس بتتداولها او بتعيش من منطلقها فتنصحح الفكر ده عند الناس؟ لا، في كتير، في كتير جدا جدا، يعني في على الاقل في عالم المفاصل وال هقول لحضرتك حاجة، احنا عندنا في مصر اي حاجه حلها مضاد حيوي. ازاي؟ يعني لو واحد ظهر وجعه ياخد، طب انت هتاخد مضاد حيوي لظهرك ليه؟ يعني فاهم ازاي؟ ده اكتر حاجه الناس بتغلط فيها، ان عندهم مضاد حيوي حل لاي حاجه، وده غلط جدا. دي من اكتر الحاجات الخطر واللي ممكن تسبب مشاكل كبيره جدا للصحه العامه بعد. يعني في حاله الادويه بشكل عام والمضادات الحيويه، مضاد حيوي اخطر حاجه، اخطر حاجه، يعني ما ينفعش ده يحصل دون الرجوع للطبيب. المضاد الحيوي بالذات، لان البكتيريا المقاومه للمضادات الحيويه دلوقتي بدات تبقى شرسه، بيبقى في مرضى ما بنلاقيهمش مضاد حيوي يعالجهم بسبب ان هم اخذوا مناعه من ضد كل انواع المضادات الحيويه. هل في اي ثورات طفرات طبيه حصلت مؤخرا ليها علاقه بعالم المفاصل والعظام؟ الوقت الاتجاه كله للحاجات الطبيعيه زي اللي قلناه النهارده. الناس بتحاول او العالم كله بيبعد عن المواد الكيميكالز وبيلجا دايما للطبيعه، فعشان كده احنا بنتكلم في الجوينت بيكس كحاجه طبيعيه. جميل، انا بشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك، نورتني وقفت يعني اسعدتنا وافدتنا كمان. الله يكرمك، فان شاء الله نشوف حضرتك على خير. الله يكرمك، واشكركم مشاهدينا على حسن متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده، وان شاء الله نلتقي غدا في يوم جديد وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الخيرات.